اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين. اليوم راح نتكلم عن واحده من اعرق الجامعات في المانيا وهي جامعه لايبزيش. جامعه لايبزيش تم تاسيسها عام 1409 وهي ثاني اقدم جامعات المانيا. موقعها الجغرافي يقع على النهر مثل ما تشوفون في مكان استراتيجي. عندما تتجول في اروقه هذه الجامعه تشعر كأنك طالب ذو نوعية كبيرة وذو مكانة أكاديمية عالية. جامعة طبعا تضم منذ تأسيسها حاليا تضم 14 كلية، وأيضا تركز اهتمامها المتزايد على التعاون والتخطي للفروع العلمية المنفردة وأيضا مجال الدراسة والبحث العلمي. إذن تضم إلى أكثر من قسم أو مادة ممكن أنه تدرس بيها أكثر من 200 مادة علمية، وتتنوع هذه المواد العلمية. وأيضا خلال المقرر التعليمي للماجستير أو أيضا مكان التدريس. ومثل ما تلاحظون هنا أروقة الجامعة اللي تشوفوها أمامكم. مثل ما ذكرنا تأسست الجامعة 1409، أي أكثر من 600 سنة. رواد هذه الجامعة كثيرين، منهم جوثا اللي يعتبر من أعظم خريجين هذه الجامعة، وأيضا هنالك يعني عدة مشاهير تخرجوا من هذه الجامعة. أيضا الجامعة تضم إلى جانب الكليات مراكز علمية كثيرة وعديدة تضمها، وأيضا بشكل خاص جامعة لايبزيغ خصوصا أني أحد خريجيها أتكلم عنكم، تضم كلية العلوم الرياضية اللي حاليا تتجول بها. كلية رائعة تحتوي على الكثير من القاعات الرياضية والملاعب والمنشأة الرياضية الكبيرة. مثل ما تلاحظون الملعب الخارجي ملعب كرة القدم، طبعا عندهم أكثر من ملعب لكرة القدم، وهذا الملعب الرئيسي اللي هو دائما بحلة جيدة يتدرب عليه سيدات أربي لايبزيغ. وفي جانبه جميع المستلزمات اللي هو مركز الإصابات الرياضية ودار سكن الطلبة وأيضا المنسى اللي هو الكافتيريا وملحقات الجامعة. أي جامعة متكاملة بشكل كامل مثل ما تلاحظون. طبعا الجامعة أيضا تحتوي على الكثير من المناظر الخلابة والحدائق الجميلة التي تحتوي على الأشجار اللي لها عناية فائقة. طبعا كل شجرة لها رقم ويتم الاعتناء بها بشكل خاص. هنا مثل ما تلاحظون جدول الدروس الأسبوعي للطلبة طلبة الجامعة، أيضا طلبة كلية التربية البدنية وعلوم رياضة شبورت فايزن شيفت تلش اللي هي باللغة الألمانية. مثل ما تلاحظون هنا الرواق اللي يمر على قاعات الجمناستيك وقاعات الأثقال وقاعات الجودو، كثير من القاعات الموجودة، قاعات القوة أيضا. إذا جانب السباحة هنالك الكثير من القاعات الرياضية وأيضا لوحات الإعلان اللي تدل الطلبة أيضا تساعدهم على يعني إجراء حياتهم الجامعية بشكل طبيعي. أيضا هنا نشوف جهاز الاستنساخ اللي يقدرون أيضا الطلبة يستخدموه بشكل يعني بسيط التكاليف، وأيضا الإعلانات اللي دائما المجتمع أو المؤسسات الرياضية تقدمها للطلبة، وأيضا الطلبة يقدموها فيما بينهم بشكل كامل.
طبعا هنالك جانب تعاوني كبير ما بين مؤسسات الرياضة وما بين الجامعة أيضا. سوق العمل دائما شغال يكون وبشكل. هنا بعض التحذيرات الوقائية لكوفيد-19، ممنوع المصافحة، يمنع التلامس، وأيضا بعض الإجراءات الوقائية. هنالك هنا الإرشادات الجودو هالا وسويمينج بول، هنا يعني تشوفون كل شيء منظم. هاي الكرافت سبورت هالا هي قاعة الأثقال. وفي النهاية شكرا لمتابعتكم، واتمنى منكم الاشتراك في القناة.